عبر هيئتها الخيرية تواصل دولة الكويت أعمالها المتنوعة لدعم المحتاجين والمنكوبين في شتى أنحاء العالم، لتسجل علامة مضيئة تضاف إلى رصيدها الحافل بأعمالها الإنسانية. ففي اليمن وزعت جمعية التنمية الخيرية مئات السلال الغذائية للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي مأرب وتعز. في إطار دعم كويتي لا ينضب، فقد دشنت دولة الكويت توزيع مئات السلال الغذائية، والتي جاءت ضمن حملة الكويت بجانبكم بتمويل من جمعية التنمية الخيرية بدولة الكويت، وبتنفيذ من مؤسسة بصمات للتنمية في مشروع إغاثة اليمن في محافظتي مأرب وتعز. تحت شعار الكويت إلى جانبكم، قامت جمعية التنمية الخيرية في دولة الكويت بتنفيذ العديد من المشاريع في اليمن خلال شهر نوفمبر. من هذه المشاريع اللي هو توزيع مشروع إغاثة اليمن ذخر وسند، بتنفيذ 300 سلة غذائية للأسر النازحة في محافظة مأرب ومحافظة تعز. دعم كويتي من شأنه تلبية احتياجات الأسر النازحة والمتضررة من جراء الصراع، لا سيما في الجانب الغذائي في محافظة مأرب، والتي تشهد اشتدادا لوتيرة المعارك العسكرية ما أدت لموجة نزوح بين الأسر. لا يخفى عليكم ما تمر به اليمن خلال 7 سنوات من الاحتراب، والتي خلفت أسوأ أزمة إنسانية في اليمن، والتي بدورها انعكست على الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين، مما زادت من معاناتهم وفاقمت في احتياجهم. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبجمعية التنمية الخيرية التي كانت تعيش ذات الهم مع إخوانهم في اليمن، حيث أطلقت في هذه الأيام حملتين ومشروعين، والذي يستهدف الأسر النازحة الجديدة. مشاريع عدة تدشنها دولة الكويت على أكثر من قطاع، منها الغذائي والإيوائي والصحي، وفي قطاع المياه والتعليم، حيث تشكل هذه الحزمة من المساعدات رافدا ودعما للبنية التحتية والمجتمعية لليمنيين في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها. تستند دولة الكويت على قاعدة ضخمة في العمل الإنساني، الأمر الذي يبدو واضحا مع تدشينها لعدة مشاريع إنسانية في آن واحد، والذي كان آخره تدشين توزيع سلال غذائية على الأسر النازحة والأشد فقرا في محافظتي مأرب وتعز. مروان نبيل، لتلفزيون دولة الكويت، عدن.